جناب الدكتور ظاهر حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، له كتابين مطبوعين هما شعر السيد رضا الهندي دراسة في الموضوع والفن ومحاضرات في البحث والمكتب وتحقيق النصوص، فضلا عن عدد قيم من البحوث المنجزة والمنشورة، إضافة إلى مجهوداته البحثية. يتفضل خلال 10 دقائق القادمة بتقديم خلاصة لبحثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة أنا أقل من أن أدرس نتاج إمامين محسومين، وترددت كثيرا بأنه أدرس هذه المادة، لكني درستها بعد استجارة أحد الفضلاء أنه أدرسها على سبيل التعلم وعلى سبيل إظهار جمال هذه النصوص الدعائية. لذلك توكلت على الله سبحانه وتعالى ودرست نتاج إمامين محسومين. أنا أقل وأحقر أن أدرس هذا النتاج الكبير. اهتمامي بالدعاء كان منذ مدة طويلة، حينما كنت أدرس طلبتي في جامعة الكوفة موضوع عنوانه أدب الدعاء، وفوجئت كثيرا أن بعض الطلبة لا يعرف هذه الأدعية الموجودة للإمام زين العابدين عليه السلام، فبعضهم يعني يستغرب أن تكون هناك أدعية كدعاء مكارم الأخلاق أو دعاءه لأبويه أو لجيرانه أو غير هذه من الأدعية. وأنا أحث من هذه المنصة على تدريس مادة أدب الدعاء للشباب، ولا سيما في هذا الوقت، لأن للدعاء فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد التي دونتها هنا يعني الشعور بالطمأنينة النفسية، ذلك لأن الدعاء وسيلة من وسائل بث الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في النجاة من المكاره والمخاطر والأمراض. الاتزان النفسي، لأن الدعاء يمنع الكبت والضغط النفسي، فيكون للعبد متنفس في إفراغ ما في نفسه من هموم، على حين أن من لا يمارس الدعاء يلجأ إلى أساليب الانهزام أو القوة أو التهور أو القهر، ربما ينتحر. الشعور بالأمان من أي خطر جسيم، لأن الداعي توكل على الله وحسبه بذلك مغنما. التسامي والعلو عن عالم الدنيا والشهوانية البغيضة والاتصال بعالم روحي. الموضوع هو أدب الدعاء بين الصحيفة السجادية والباقرية، دراسة موازن في اللغة. في البداية وازنت بين الإمامين في جانب اللغة، ووجدت أن لغة الإمامين هي لغة مستوحاة من القرآن الكريم. الألفاظ الموجودة في الصحيفة السجادية والباقرية أغلبها ألفاظ مستوحاة من القرآن. يقول الإمام السجاد عليه السلام: قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، استوحاه من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أو قول الإمام الباقر عليه السلام: سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقتبسها من سورة التوحيد. فضلا عن ذلك، استعمل الإمامين أساليب طلبية. هذه الأساليب خرجت من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، الهدف منه الدعاء، ومنها الأمر والنهي والاستفهام والنداء وكذلك الإخبار. أما البناء الفني للدعاء عند الإمامين عليهم السلام، فقد وجدت الصور. طبعا الدعاء هو موجه إلى الله سبحانه وتعالى، والعبد حينما يخاطب الله سبحانه وتعالى يخاطبه بلغة أقرب ما تكون للتقرير، لكن حينما يحاول أن العبد يصور ذنوبه وآثامه يلجأ إلى تصوير وتجسيد هذه الآثام وهذه الخطايا. والإمام أو الإمامين عليهم السلام لم يردا الدعاء لأنفسهم، إنما الدعاء موجه لكل عبد أخاف الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام السجاد عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق
وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي، وقيل من راق وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الموت ورماها عن قوس المنايا كأسا مسمومة المذاق. فقد استعار حاسة الذوق، استعار الإمام عليه السلام حاسة الذوق ليجسم الموت وكأنه كأس مسمومة المذاق. وهذا أيضا وارد في القرآن الكريم، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. مثل ذلك قوله إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك، استعار لفظ الذاقة لحلاوة الإيمان بجامع التلذذ والرغبة. فوجدت أن نصوص الإمام زين العابدين عليه السلام ولا سيما في أدعيته فيها من الصور والأخية لو ذلك، لأنه يحاول أن يجسد هذه الآثام. يقول مثلا الإمام عليه السلام إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياضها يردون. فالإمام عليه السلام في هذه المناجاة جسم المشاعر، فجعل الشوق أشجارا في قلوبهم التي أصبحت حدائق لهذه الأشجار. فنلاحظ أن الإمام عليه السلام جسد هذه المشاعر والأحاسيس. وإذا انتقلنا إلى مسألة الإيقاع والموسيقى، طبعا هذه الإيقاع والموسيقى يأتي في الدعاء ليس عن قصد، إنما هو يأتي عن عفوية من الأئمة عليهم السلام، لأن الهدف من الدعاء كما قلنا هو مخاطبة الله سبحانه وتعالى. فقد وردت أساليب إيقاعية موسيقية منها الجناس، والجناس أنواع منه الجناس التام، هو أن تتفق الكلمتان في لفظهما ووزنهما وحركتهما ولا يختلفان إلا في المعنى، وهذا قليل طبعا لأنه متكلف فيه. من ذلك قول الإمام عليه السلام، قول الإمام الباقر اللهم لا تفتني وآثرني بعقلي من تولى عقلي. فالكلمة الأولى بعقلي، آثرني بعقلي المقصود به العقل، والثانية من تولى عقلي المقصود بها الربط والشد. فهنا استعمل الإمام عليه السلام الجناس. كذلك استعمل الإمامين الطباق والسجع والتكرار. النتائج التي توصل إليها البحث لضيق الوقت، استعمل الإمامان السجاد والباقر عليهم السلام الأساليب الطلبية التي تخرج للدعاء من أمر ونهي واستفهام ونداء وإخبار. استوحى الإمامان ألفاظهما من القرآن الكريم، ويظهر ذلك أكثر في الصحيفة السجادية. امتازت أدعية الإمام السجاد بالتكامل بالبناء، إذ يبدأ الدعاء بالافتتاح ثم العرض ثم النهاية أو الخاتم. تضمن دعاهما إيقاعا، إذ يقترن الدعاء بالتلاوة التي تتطلب إيقاعا يتناسب مع الوحدات الصوتية للدعاء التي تنتظم في فواصل وحروف متجانسة. احتواء أدعيتهما على صور فنية تأتي كعنصر ثانوي بعد الإيقاع، لكن الإمام السجاد استعمل التجسيم والتجسيد في أدعيته. استعمل الإمامان الإيقاع الداخلي من جناس وطباق وسجع وتكرار، ولكن بشكل عفوي، مما وفر نغما موسيقيا يجعل الإنسان يشعر بالخشوع حينما يتلو هذه الأدعية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسنتم جناب الدكتور، جزاك الله خير والله يحفظك. شكرا. تفضل. ما جاء به الدكتور ظاهر محسن جاسم جزاه الله خيرا، لا بد لي من التنويه بأننا نؤمن استنادا للأدلة بأن أفعال المعصوم برمتها قصدية. أنا لا أريد أن أقول أنه عنا غير ذلك، لكنه العبارة قد توهم. أفعاله قصدية، فلا يهجر ولا يهذي، ولا تكون نتاجاته إذا جاز التعبير الأدبية فائضة لا شعور، كما هو الحال، هي الحال عندنا. هذا لابد
من الإشارة إليه. بالنسبة لقضية الدعاء وأدب الدعاء، هنا أرى يطيب لي أن أنوه بأول كتاب رأيته في هذا السياق، وهو لأخينا الكبير المفكر الأستاذ الشيخ مصطفى يحفوفي في كتابه الدعاء، أدب الدعاء، الفن المنفي، فن منفي مهمل متجاهل حتى في الدوائر التخصصية الأدبية. كتاب هذا، وكذلك تلاه من بعده كتاب آخر هو نتاج لأحد أبنائنا الأعزاء الناشطين الواعين المثقفين، دكتور عباس عبد السادة من الناصرية، نسيت طبعا عنوانه، ولكن أدب الدعاء هذا. فيما يتعلق ببحث الأستاذ ظاهر محسن، وجدت أن الدراسة هي بلاغية وليست أدبية، يعني مصطلح الأدب غير دقيق هنا بقدر أن تكون الدراسة هي دراسة بلاغية.